لقاء مع السيد وليد الفاضل وحديث عن مشروع إعادة تأهيل البيئة البحرية الكويتية يأتيكم بعد قليل. صباح الخير مرة أخرى أعزائي المشاهدين. تعتبر البيئة البحرية يمكن واحدة من أهم مقومات الحياة في الكويت، فمن البحر كانت تبحر السفن الشراعية من وإلى مختلف بقاع العالم. يعني الكويت كانت معتمدة على هذه البيئة وكان مصدر للرزق ومصدر للعيش كذلك في الكويت، لكن بسبب الصيد الجائر والتلوث البحري اللي أحيانا يكون متعمد في دمار البيئة البحرية. احنا نشكر جهود الفريق اللي هو الغوص الكويتي اللي بدأ تقريبا يحمي البيئة البحرية، كذلك يحاول انه يعيد تأهيل البيئة البحرية. لذلك رحب معنا ضيفنا لهذا الصباح في برنامج صباح خير الكويت السيد وليد الفاضل رئيس فريق الغوص الكويتي في الجمعية الكويتية لحماية البيئة. حياك الله وليد. يمكن من هالمواضيع، يمكن هذا الموضوع هذا شيء مهم جدا خاصة البيئة البحرية، وموضوع يمكن لاحظنا نفوق الأسماك وغيره، بس تحدثنا يعني شو تعرف فيه اللي هي الشعب المنجي، خاصة احنا موضوعنا المحميات. وشيء جميل جدا انك يوم قلت المستعمرات قلت لي انت المحميات نسميها، وصحيح المحميات، بس شو تعرف اللي هي الشعاب المرجانية وشنو أهميتها بالنسبة لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء كل عام وانتم بخير وصباح الخير الكويت. الحقيقة أشكر اهتمامكم على البيئة البحرية والجهود التطوعية في حماية البيئة. الحقيقة الشعاب المرجانية هي روح البحر وهي ملاذ الأسماك والكائنات البحرية كثير تعيش فيها. الحقيقة يمكن أشبهها حق الإخوان اللي ما لهم علاقة في البحر مثل المساكن عندنا في المدن، لأن احنا بدون بيوت لا يمكن نعيش أصلا، ما نقدر نعيش في الصحراء، وهم بعد لو نعيش في الصحراء لازم خيام. الحقيقة الشعاب المرجانية هي مثل ما تقول بيوت الأسماك، واكو ناس وايد يمكن يعرفون البحر وكائناتها فقط بالاسماك، ترى اكو يعني الاف الكائنات البحريه، مئات الالاف غير الاسماك، وهذه الاسماك هذه الكائنات كل واحده لها دور. حتى السمك ما يقدر يعيش بروحه، لازم معاه كائنات اخرى. صحيح. والكائنات الاخرى يعني فيها شيء يستغر ويقعد غير السمك، مثلا يمكن يتحرك بعضه يستغر. فالشعاب المرجانيه هي اماكن تعيش فيها الاسماك وتسوي تنوع أو تبادل حياتي مع كائنات أخرى موجودة في الشعاب المرجانية. وهذه الشعاب المرجانية هي روح البحر، وهي يعني مثل ما تقول شيء مهم جدا للبيئة البحرية بشكل عام. هل يعني بدأ فكرة مثلا نقول مثلا هي وضع المحميات هذه أو المستعمرات الاصطناعية المرجانية فترة ما حسيتوا أن هناك في قلة بالنسبة للأسماك مثلا أو في دمار حصل، خاصة أنتوا يعني قمتوا في حملات كبيرة وكثيرة من بعد الغزو، فقمتوا يعني مثلا تأهيل البيئة خاصة الإنقاذ ويمكن سحب الغوارب اللي كانت مثلا طبعاً في بعض الأماكن، فلو تعطينا توضيح أكثر اهتمامكم بالنسبة لهذا المشروع. أي نعم، أنا بس العفو يعني ودي أوضح نقطتين. النقطة الأولى اللي هي فريق الغوص الكويتي استطاع أن ينتشل من البحر أكثر من 230 قطعة بحرية خارقة من بعد التحرير، والفريق ما كان دوره فقط اللي هو يقوم في انتشال اللنجات او مساعده في رفع التلوث، ساهم اكثر اللي هو في تاهيل البيئه. اي هذا شيء. الشيء الاخر الحقيقه المحميات الاصطناعيه الخرسانيه، انا بس ودي اعرفها على باذنك على المشاهدين، هي وضع اجسام خاصه خرسانيه في البحر. هذه الخرسانه لا يمكن او ما تاثر على البحر لانها من مكونات البحر. يمكن احنا اخواننا يشوفون الصوره على الشاشه، طبعا هاي الشباب اخواننا نعم الشباب توثيقي نعم. الحقيقه الخرسانه هذه تساعد على هذه هي القطع، هذه هي القطع مركبه وكلها ما شاء الله تركيب حق اخشرته الشكل هذا اللي هو كانه عمل طوابق مثلا. اي نعم، طبعا هذا الشكل مو احنا بس اخترناه، سالنا وايد وبحثنا، ساعدنا في هذا الشكل البروفيسور الدكتور ميشيل، الدكتور ميشيل جاك كاستو ابن عالم بحار فرنسي، يوم زار الفريق هنا بالكويت وطلع معنا قارو، وقعدنا مع الفريق ماله اللي خاص في المحميات الاصطناعيه، وكان اخر شكل يناسب البيئه البحريه هذا، لان اول شيء يعطي مثل ما تقول فتحات اكبر
لملاذ الاسماك والشعاب المرجانيه، اضافه الى سهوله دخول التيار. يعني احنا لما نحط شيء في البحر لا نعرق حركه التيار. هذه المحميات تلاحظها فيها فتشات وايد، وتقدر السلاحف والقروش واليراير مثل ما يقولون، وكثير من الكائنات تقدر تدشها. اضافه الى الشيء المهم اللي تلاحظون، هاي المحميه بضخامتها الفتحات مالتها الكبيره يستطيع الضوء يدش فيها، والضوء وايد مهم. ليش؟ لان الشعاب المرجانيه